بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنكمل في مادة تصميم الآلات 2، هنكمل في شابتر 17 تصميم الفليكسيبل ميكانيكال إليمنتس. لحتى اللحظة غطينا اللي هو الديزاين اوف فلات بيلتس، ديزاين اوف ذا بيلتس، وال تشين اند سبروكت. المحاضرة فاتت حكينا عن الديزاين اوف واير روبز. اليوم هناخد الماين هويست بروبلم، الأحبال المستخدمة في المناجم كحالة خاصة، وبعدين نحل اكزامبل شوف كيف نستخدم المعادلات والجداول والأشكال. طبعا بكون عندي زي عندي هاي بكرة وفي حبل وفي حامل وزن W. هذا افترض ماشي بتسارع acceleration A. طبعا عملت cut من هين واخدت الحبل والوزن هيكون في عندي شد تنشن في الوزن. طبعا الوزن هذا بيشمل وزن الوزن اللود والحبل نفسه. طبعا هذا هيكون سيستم ماشي اكسلريشن ام اي، يعني هيكون عندي سبميشن فورس يساوي ام في اي. يعني هيكون عندي T minus W سوى M في A. يعني T هتكون basically هتكون سوى W زائد M A. ال M هتكون W على G. أنا هكون عندي W في A في 1 زائد A على G. ال W نفسها الوزن اللي أنا حامله، مظبوط؟ خلينا نسميه W load زائد W الروب. يعني هتصفي المعادلة التنشن أو الفورس هتكون تساوي W اللود نفسه زائد W الروب في 1 زائد A على G، اللي هي نفس المعادلة اللي انتو شايفينها هنا، نفس المعادلة تماما. Wire rope tension FT due to load and acceleration and or deceleration اللي هو FT يساوي W على M زائد W small L في 1 زائد A على G. W اللي هو اللود أنا حامله، W capital في نهاية الحبل. الM عدد الأحبال، ويكون عندي حبل حبلين ثلاث أحبال. W small weight of wire rope، هذا وزن الروب لكل وحدة طول، pound force لكل foot، والL طول الحبل اللي هو هذا W الروب. ال max suspended length of rope، هذا هو suspended length مش الـ مش الـ مش الملفوف. الملفوف الرودي محمول على البيرنج بتاعت البكرة. ال acceleration او deceleration وال g acceleration of gravity. الان ال small هو الطول المعلق للحبل، لكن الطول الملفوف على البكرة ما فيش مش مؤثر على الـ على الـ على الموشن، لأنه anyway support محمول في البكرة والبكرة محمولة وين؟ على الشافت، على البيرنجز تاعت الشافت. يعني لما البكرة قاعدة على البيرنج والبيرنج راكبة على الشافت، يعني
ايوه طبعا هاي عندك، في عندك هين بيرنج هين، فانا الجزء المتحرك اللي هو هذا الجزء المعلق. مش المفروض تكون البكره راكبه على الشاف على طول هيك بتلف اتجاه واحد تصير تفرك على الشاف؟ لازم كيف حتلف؟ لازم تكون راكبه على الشاف طبعا. لا انت قصدك، انا فهمت انك انت قصدك البكره جواها بيرنج والبيرنج جوا راكبه على الشاف، يعني في لايرز. يعني ايش يعني لايرز؟ الحبل لو دام له 3 دي البكرة حتكون ملتبل فيها كذا حبل. ماشي. الآن بغض النظر عن عدد الحبال، افترض انه حبل واحد عندي في جزء المعلق وجزء اللي لافف على البكرة. الجزء اللي لافف على البكرة ما بدخل في المعادلة هذه. هي اللي بحكيها. الفتيك تنسايل سترينث ان باوندز فور اسوسفايد لايف از اللي هو معطي العلاقه هذه حكينا عنها المره اللي فاتت. عندي مستوى بي على اس يو في اس يو دي كابيتال دي سمول. بي على اس يو اللي هي السبيسيفيك لايف فتيك فيجر 17-21. اللي هي بمعرفتي للريشيو للنمبر اوف بنز تو فيلير بقدر احسب البي على اس يو. طبعا الارقام هين مضروبه في 1000، معناته الرقم باخذه من هين بقسمه على 1000. الاس يو الالتيميت تنسايل سترينث اوف واير، الالتيميت تنسايل للواير نفسه مش الروب. احنا حكينا الروب مكون من مجموعه من الجدائل، وكل جديلة مكونة من ايش؟ مجموعة من وايرز. هذه الاسيو للواير. الدي قطر البكرة بالانش، والدي سمول اللي هو النومينال واير روب سايز اللي هو قطر الحبل مش السلك تاع الحبل، الحبل كله. الايكوفالنت بيندينج لود اف بي از جيفن باي اي ار دي دبليو اي ام على دي. اي ار اللي هي المودولس اوف الاسيستي للروب اللي هي موجوده في تيبل 17-24 او تيبل 17-27. الدي دبليو اللي هو قطر ايش؟ الواير. الاي ام الميتال كروس سكشن موجوده في تيبل 17-27. والدي كابيتال اللي هو قطر البكره نفسها. الستاتيك فاكتور في سيفتي بيساوي اف يو ماينس اف بي على اف تي، والفاتيك فاكتور في سيفتي بيساوي اف اف ماينس اف بي على اف تي. نشوف اكزامبل. اكزامبل 17-6 given 6 × 19 monitor steel معطيني ال SU له 240. اول شيء عندي 6 × 19 يعني الحبل مكون من 6 جدائل كل جديله فيها 19 سلك. ال SU للوايرز يساوي 240 كيلو باوند لكل انش مربع. Develop expressions for rope tension FT, fatigue tension F يعملوا FT و FF و equivalent bending load FB. And fatigue factor of safety NF. فور 531.5 فوت يعني طول الحبل عندي 531.5 قدم.
1 ton cage and load mine hoist. اللود عندي هين اللي هو هذا معطيني إياه 2000 pound. وكان طالع acceleration 2 قدم. طبعا انا دائما باخذ حاله الرفع، لو كان نازل نزول بتساعدني الاكسلريشن، واضح بيصير ماينس، لكن باخذهاش لانه هذا مش كريتيكال. اللي كريتيكال وهو طالع، عشان هيك هو عاملها بلس. الاي كان طالع باثنين قدم على الثانيه تربيع، ذا شيف ديميتر قطر البكرة 72 انش. معناته we want to develop equations for FT, FF, FB. نشوف ايش المعادلة. يا دكتور انت حولت الواحد طن حولتها ل 2000 باوند. هو ما اعطانيش واحد طن، هو واضح انه هذه وحده ايش، عشان تكون في الصوره، في طن وفي مترك طن. الطن وحده انجليزيه، المترك طن اللي هي 1000 كيلوغرام، واضح. فهو محولها مباشره لايش، لباوند. بده الاف تي. الاف تي ايش يساوي؟ W على M زائد WL في 1 زائد A على G. الM عدد الحبال والW وزن الحبل، وزن الحبل لكل وحدة طول، لكل 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 قدم. هو معطيني الان طبعا المعروف عندي، حواك والله معروف عندي W. انا مش عارف لحتى لحظه كم حبل عندي. طول الحبل 531.5 معطيني اياه. الدبليو اسمه الاي والجي معروفين. الدبليو اسمه وين بجيبها؟ تيبل اللي هو ايش؟ 21 او 24 او 27. طيب نرجع للاصل 24 ل 21 و27 مضبوط صحيح. واير روب ديتا 24 عندك ال 1.76 دي تربيع. انا 6 في 19 عند الويت بير فاوند 1.6 دي تربيع. دبليو يعني هتكون نحكي دبليو بتساوي 1.6 دي تربيع هي باوند فورس لكل قدم. سبعة وعشرين في 6 في 7 يعني في يعني 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 بس عندنا ويت بير فوت باوند فورس، باوند فورس بير فوت هي ويت، ويت بير باوند انكلودينج كور. الان بيكون انا عندي لو اخذنا يعني 6 جدايل حيكون عندي 1 2 3 4 5 6. الكور هذا اللي في النص، هذه هي الكور، والجدال الخارجي عندك 1 2 3 4 5 6. طبعا متأثر على الوزن، يعني
عندك هين ويت بير فوت انكلودينج كور مثلا عندك 6 في 19 ماخذ 1.6 دي تربيع هين 1.6 دي تربيع واضح انه ممكن بيجي انا تفسيري انه ممكن في بتيجي في عندك اللي هو بيكون عندي مجموعه من الجدائل بدون كور في نظام بسموها هم وفي اشي بتيجي بكور هو يبدو المقصود انه اللي عنده بدون كور لكن بكور حتكون ايش حتاخذ 1.76 دي تربيع هنعوض حتكون W 2000 انا حاليا عارف عدد الحبال لا ام بس مش عددهم يا دكتور انت حكيت ان غالبا 6 عدد الحبال الحبل الواحد يعني الحبل الواحد فيه 6 جدائل كل جدائل 19 سلك الفعل ام زائد 1.6 دي تربيع في ال اللي هو 531.5 501 نكتبها تحت هذه حتساوي ال W 2000 على ام زائد 1.6 دي تربيع في 531.5 في 1 زائد ال A 2 على 32.2 وهنا بطلع ال F T 2124 على أم 2 124 على أم زائد 903 دي تربية طبعا هذه على أم صحيح زائد 903 دي تربية 903 دي تربية هذه ال F T ال F F هتساوي so P على S U في S U دي كابيتال دي سمول على 2 البي على اس يو لان عندي 6 في 19 مظبوط من الشكل هذا الان عندي 6 في 37 6 في 24 6 احنا معناته الكيرف هذا تاعنا صح 6 على 19 6 على 19 انا مفترض بدي انفينيت لايف هيكون تقريبا احنا تحت الخط هذا بشويه هتكون هين انفينيت لايف تحت الخط شوي هذا عندك 1 هذا 1.5 وهذا 2 تحت شوي نحكي 14 تقريبا يعني 1.4 على كم على 1000 حتكون هين بي على اس يو سوا 1.4 على 1000 اللي هو فيجر 17 21 يعني حتكون الاف اف بي على السيو اللي هي 1.4 على 2000 في السيو عندي 240 كيلو باوند يعني 240 ألف في الدي كابيتال معطيني 72 انش والدي سمول مش عارفينها لحتى الان يعني حيروح عندي تلت اصفار واثنين
هذا حتكون 36. احسبوا لي اياها والله. كم تطلع؟ 12,096 دي سمول. هذا الاف اف. الاف بي الاف بي بيساوي ER في دي روب واير في AM على دي كابيتال. الآن الإي روب بتساوي من التابلز احنا 6 في 19 صح؟ 12 ال دي دبليو بتساوي خلينا ناخذ اول شيء دي دبليو سابونت او 6 7 دي دي بتساوي بونت او 6 7 دي بونت او 6 7 دي والاي ام بتساوي بونت 4 دي تربيع والاي ار 12 في 10 اس 6 بي اس اي 12 في 10 اس 6 بي اس اي يعني الاف بي حتكون تساوي 12 دي كابيتال احنا عارفينها 72 طب بالضبط 12 في 10 اس 6 في دي واير اللي هي بونت او 6 7 دي في بونت 4 دي تربيع على 72 دكتور قديم طالع اللي هو دي تاعت الروب من المينيموم شيب دايمتر دينا معادله لو عندنا هذا ديزاين مش كالكوليتد فاليو انت بدك في الاخر هو معطي لك المينيموم والبتر يعني عندك مش سيليكشن واحد جايين لها طيب اف بي كم تطلع النتيجه 4467 ديتا كيب الان اف حيساوي في حاله الان اف بيساوي اف اف ماينس اف بي على اف تي نعوض اف اف اللي هي 12,000 دي ماينس اف بي اللي هي ماينس 4,467 دي تكعيب والاف تي 2,124 على أم زائد 903 دي تربيع هذا الأنف الآن أنا عندي مجهولين دي وأم وبحيحكمني الفاكتور اوف سيفتي بحسب الابلكيشن فاكتور اوف سيفتي يعني الهويستنج المينيمم فاكتور سيفتي 5 هذا المينيمم
معناته خلينا نحط لنا اوبجكتيف الفاكتور سيفتي 6 مثلا او 7. انت معك هذا المينو 5 اس، فخلينا نحكي الفاكتور سيفتي ان مثلا خلينا نحكي 7 او 6. خلينا نخليه 6 عشان لما ترجع على الكتاب نطلع نفس النتيجه، تعرف من النتيجه جت هاي 6. الان انا هعمل جدول، هعمل جدول عندي طبعا متغيرات، عندي دي وعندي ايش دي وام اللي هو هذه ايش variables. variables يعني عدد الأحبال ممكن يكون 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5. طبعا في 6 19 خلينا نشوف اللي هو السايزز تاعت الواير، نروح على 7 21. عندك الستاندرد سايز 6 في 19، هيو 6 و 19. الدية تراوح بين ربع واثنين وثلاث ارباع، بين ربع الدي رينج بين الربع لاثنين وثلاث ارباع انش. فاحنا هنعمل، خلينا نغير الدي بانكريمنت ربع انش، نبدا ربع نص ثلاث ارباع وهكذا، شوف ايش يصير معنا. وفي عندي عدد الحبال، حكون عندي 1 و2 و3 و4. هنعمل جدول عندي، هعمل الدي الدي سمول بالانش، هكون حبدا من ربع انش بعدين نص انش لحد 2 3 ارباع. هاي 2 3 ارباع. بعد انا عندي اللي هو ايش عدد الحبال، ممكن يكون 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5، مش عارفين كم حبل. يعني عندي هين، خلينا نحكي هين ال اكمل ماكسيمم نمبر للحبال. لا اصبر شويه، بديش ماكسيمم 1 2 3. لا ما هو انت لما تزود عدد الحبال بدك تعمل بكره تخرط فيها، الاخراط البكره بتزيد تكلفه. هاي 4 هاي ايش 5 مثلا، خلينا نحكي هين هذا اعتبره فاريبل. طيب دائما انا اول لما اعمل اكسل شيت لازم ارتبها من الاول، بشتغل الشغل مخربش بعدين بحكي برتب بعدين، لا بدك ترتب اول باول. طيب انا عندي المعادله اللي هي اللي هو الفاكتور السيفتي
بتساوي بدي اكتبه هنا على جنب، بدي اكتب ان اس بيساوي يعطوني المعادلة 12096 دي ناقص 4467 4467 دي تكعيب على 2124. ليش راح هذاك؟ على 2000 2124 على ام زائد كم؟ 903 دي تربيع، دي تربيع طيب عشان اكون شايفها بس هاي الهدف الام ممكن تكون طبعا واحد او اثنين او ثلاثة يعني المعادلة هنا حتكون خلينا اختصر هدول عشان اشوف اكتر هدول منهم مش لازمة هاي ديليت بعدين بنزود اذا بدنا هذا حتكون المعادلة تساوي 12096 في دي ناقص 4467 في دي تكعيب في دي تكعيب على 2124 زائد اعتبر واحد انا عندي هين زائد 903 في دي تربيع اوكي عندك 12096 معناته لازم في قوس يكون هين في دي ناقص في دي تكعيب على مظبوط هيك صح هذا الفاكتور ايش اوف سيفتي فاكتور اوف سيفتي نتاكد ماشي المعادلة الثانية حتكون نفس هذه بس نتأكد اللي هو بس هذا حصير ايش هذه ماشي بس هو غير هذه حتصير نعم بالثواني بس هذه عندك ما هو صارت ات واحد هي المفروض ات ات دي انش طيب بالضبط خلينا اثبت هذه دولار ساين
طيب خلينا نعملها أول جديد. هاي هذه بتساوي نفتح قوس 12,096 في دي ناقص 4,467 في دي تكعيب على 2,124 على 2 زائد 903 في دي تربيع ونسكر القوس. هذا حبلين، ثلاث حبال حتكون تساوي نفتح قوس. شلها دكتور اليمين وغير 2 3 وخلاص. نعم شلها على اليمين وغير 2 3 وخلاص. ما راح تتغير الدي كمان. 12,096 في دي ناقص 4,467 في دي تكعيب على 2,124 على 3 زائد 903 في دي تربيع. آخر واحدة نعملها. لا ما وصلش 6 فيه لسه لحتى الآن. عندك حتساوي اتناشر ألف وستة وتسعين. اتناشر ألف وستة وتسعين ناقص 4,467 في دي. يا دكتور ما ضربتش في دي. في دي ناقص 4,467 في دي تكعيب على 2,124 على 4 زائد 903 في دي تربيع. طيب لاحظوا احنا بدنا الفاكتور سيفتي. هذا الفاكتور سيفتي انا حسبته. الفاكتور سيفتي بدي اياه ايش؟ 6. يعني حبل واحد واضح بكفيش، برضو حبلين بكفيش، الثلاثة برضو في حالتنا ايش؟ بكفيش. الان اربعة بكفوا، اربعة بكفوا، يعني الاربعة بكفي ابدا نص انش. يعني انا عندي في الحالة هذه يا اما اجيب حبل نص انش بيعطيني فاكتور سيفتي 7 او حبل 3/4 انش بيعطيني فاكتور سيفتي 6.9. يعني يا بختار نص انش اربع احبال عشان العلاقه واضح مش لينير، بيصل واضح انه بيصل ماكسيموم فاكتور سيفتي بعدين بيبدا ينزل. واضح؟ فانا الخيار عندي واضح، هيطلع اربع احبال اما نص انش او اربع احبال بونت 7.5 انش. مع ان القطر كبر الا ان الفاكتور اوف سيفتي ايش؟ قل، لانه مش الويت، الويت زاد شويه مش كتير، بس البندنج افكت بيصير تاثيره اكثر. البندنج افكت بيصير تاثيره اكبر لانه الفاكتور اوف سيفتي شو ساوي؟ اللي هي اف اف ماينس اف بي. فالبندنج افكت يعني بيأثر. فالخيار حيكون عندي اللي هو نص انش، نص انش اربع احبال. يعني باخذ فاكتور في سيفتي اعلى، البند بيكون اسوء. انا اوريدي نفس الجروف حعمل جروفينج، حعمل بكره باربع جروفز. ف طالما ماخذ اربع احبال ليش اخذ القطر الاكبر؟ بنزل الفاكتور اوف سيفتي وبزيد التكلفه علي. القطر الاكبر بيكون ايش؟ اغلى. باخذ القطر الاصغر لانه بيعطي لي فاكتور اوف سيفتي اعلى. في اي سؤال؟ لا.
أفضل ناخذ عدد أقل من الحبال مظبوط؟ طبعا مينيمم نمبر بس في صحيح. لو كان مثلا ثلاث حبال ونكبر القطر شوية أحسن من أربع حبال وقطر أصغر ولا قطر إيش؟ قطر السلك في حاجات كتير ممكن تلعب فيها. عندك قطر البكرة نفسها إذا بزود قطر البكرة الدي كابيتال إيش بزيد الفاكتور أوف سيفتي؟ او دي سمول. لا مش دائما انت انا حكيت لك انت لما هي حالتنا واضحه يعني عندي الفاكتور اوف سيفتي في حاله نص انش وعدد الحبال هم 4.7.2 في حاله قطر الحبل 0.75 انش نزل الفاكتور اوف سيفتي. واضح البنج افكت يعني تاثيره كبير بزيد. فاحسن لي اخذ نص انش واربع حبال ما anyway هم اربع حبال تكلفه اقل وفاكتور سيفتي اعلى اكثر امان. فواضح كثير انه مش كل ما تكبر قطر الحبل معناته انت وضعك احسن. لا معناته انه البندنج افكت تخطى يعني عندك هنا عندك اللي هو اف اف ماينس اف بي البندنج افكت صار كتير تو ماتش لدرجه انه بطل سيف يعني واش اي حاجه صار ممكن يكسر معك بصير بط يعني بصير عندك بصير بلاستيك تدخل البلاستيك رينج. في اي سؤال؟ المحاضرة الجاي اقرأوا في الكتاب سكشن 1-14 وأواخر شابتر 7 تاع الفيتس وشابتر 20 يعني سكشن 1-14 وأواخر شابتر 7 اللي هو الكليرنس والفيتس الشافت والهول سيستم وشابتر 20 بالكامل. طيب العافية.